خادم عندك بتكون انت عبد للمال وخادم محب للمال. محبين للمال متعظمين، طبعا محبه المال تخلي انتفاخ بالانسان. خميره اللي هي محبه المال قليله في عجين بتخمر العجين بتفرجي بتفرجي العجين اكبر من حجمه. بتعمل قبضه عجين حط فيها نتفه خميره بتنفش. لكن مش حقيقتها هيك هذا نفجان كم من الناس المحبين للمال منفوشين منفوخين منفوخين مستكبرين بعدين غير طائعين لوالديهم وبنشوف نحن الحاله اللي وصلنا لها ما حدا بيسمع لحدا ما حدا بيسمع لحدا كل واحد صاير ليه السبب لانه نحن نعيش في الايام وبعدين شيء مهم جدا غير شاكرين الشكر يتعلق بالعطاء اوكي أمين. غير شاكرين بعد ما يحكي الصفات في صفات الناس في الايام الاخيره منها ركز محبه المال مستكبرين منتفخين لكن غير غير شاكرين فيك تعبر بالشكر تقديم دبائحه دبائحه الشكر والحمد شو هي دبائح وزع اعطي افتح ايدك بلا ما تكون هيك كون هيك وانت تصور انت ماسك قبضه من حب الحنطه وبترش بين اصابعك لا مسيء ارمي ارمي وهكذا الرب يعطيك ليس ستون وثلاثون أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة لذلك في رمية واحد يقول بولس الرسول أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم وشو دخل الإيمان في العطاء يعني لا لاحظوا هيدا الإيمان العامل هذا الايمان المواطي اذا جاء اخ واخت عريانين قلت لهم الله يبعث لكم بتعبيرنا نحن في البلدي الله يبعث لك دق الباب بتقول الله يبعث لك سكر الباب ووجهه الله بيبعث له <applause> على حد تعبير الطفلة في مدارس الاحد آه لقال سالتها المعلمه انت كل يوم بتجي بلا جاكيت وكل ودنيا بارده وين جاكيت؟ قال بابا يسوع بعت لي جاكيت بس الشخص اللي بده يوصله بعد ما وصله. يا جماعه جاكيتات كثيره موجوده لكن خلي نوصلها. وصل الاراميه، وصل الفقراء، نصل وصل المحتاجين، نص يعني آه للاسف اقول وعلنا ويمكن تزعلوا مني. بنعمل حفله للكريسماس بنحط فيها الاف الدولارات او صحيح. مئات الدولارات او 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 تمام والمحتاجين في بلادنا ميتين على رغيف خبز مش قادرين يوصلوا مستشفيات وغيره يعني الاراميه بتوصل رساله الانجيل هل كيف بدها توصل رساله الانجيل لهؤلاء العطشانين بيصرخوا اعبر الينا واعنا كيف فعلينا نحن الموجودين في الغرب في امريكا وفي كندا